الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر قلبي دماء الشباب وضجت في صدري رياح الغرب ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر أتمنى السلام مرحبا يسون تفسوث بوكدون تفسوث مسقان كرا تفسوث بوعرافن تبود نقال سير مم قران وكدود يمسل من وكدود بوكيتش عشنا كاري تمنات تم قرات بوعرافن تمنات لافريك دي نور سنيت بوض لي حالة تموريا كي سنيت بوض لي حالة تمناطينا كي اشيمي تطاس تموريا كي تورا تعشيت الميزرة تم قرات تعشيت ديش ولا مقران تولي لاليبي نقال يميق غلي قدافي بودا سير مام قران ندي ند الدولة الديمقراطية دولة الخريطة مورثة وقدود لا ليبيا تونين هم تعيشين لا سيري سوريا يتمثل هذه سوريا تمتاتن كل الناس الالاف اشي مي بودنا لي حلاقي ذا اندا نقال مي فذان تقرا ولا نسن فذان سباسيفيك مو فذان تدي لهنا ندى صغنين بشار الاسد ودون الخريطة مورث نسن انت ولي سنيد بوط مورثني ما صار ما صار نقال يميت فذاد نتقرا ولا أم كده الناس بودا سير مام قران نيك تمسا تمر تم قرات يعني تبارمي تمر تم قرانين دي تمراتني إيمي يغلي مبارك بويند ساعدنتي فلا بنتي فلان خمنتي فلانين وبويند مورسي بويند سير مام قران نيك تسجيل لازم فلا ديمقراسي نوال سنة بضلي حالة سي سي أين نقاو كدو ديس كل دينا مورسيتان كونداني دي الحفاس وقيد يكتب عن مورسيتان كل دي الحفاس أشيمي لحلاقي تونس تونس بالك عطاش ديقان تونس ستان سول اكزومبل اندا بالك تقرا ولا نسني كدرا نتفسو تقدر ندينا تبود بالك الخير وجدود ني اسك صح تونس تولا تعيش ديال الخير تعيش ديال هنا وجدود فرح دينا المهم سيت ما تنفض نهضر في السوت كي مسقال تفسوت بعرف انا تفسوت بوجدود اشي ميت بوض اللي حلا ارد جاس كيفاش نبرا يتسخر فرنا نكني وجدود اقلنا وصلحنا رانا ونبوضارا ونسال النيفون ونبوضارا ونطرف كارا باش انسنا فري ديموكراسي وكيد تاهيل وكيد السوجي بو سكات مثلا دنا راه تمسال تاكي ودنا وكراين فكاون باش تفكن تا مغني السنه دينا مكتوانين لي حالات موراكي عندا تكان نقال دنا تاكرا ولا ونتوالي ثاني تبر لي حالات ذي ريتما طاقية الفرحة مقارنة يتمثل الساق مثلا مراد وشيش وقيدة سلماذ تسدوي السيف قايتة سي مراد وشيش أزوف لك مرح فاش كاك مثلا أزوف لك يا سي مراد ثم سويت كنك مثلا مراد ثم سويت كنا بلك أسقسام زورو مس ويحياك يقار المعارضة أنا هيك فأنا قلت ما قرأت الفيروس وقيل الفيروس للربيع العربي سواء نهنين على العربية الشعوب نعتقد على تفسوت نش بوجدود كشيني تفسوت أجينا على شوري كنا قلت مربع عرفن أسك الحاجة الخير يبود الخير وجدود الوجود توري تطور بيس نشوف الديمقراطية على الكونترار يبود الخراب يبود شوال وخلو كانوا نفدل على خلو كانوا خمرا نفدل تيم وراجي Moi, je réfute le terme générique de révolution arabe. C'est comme si tout ce qui s'était passé à Chebbi Varanako, c'est tout une serme de Syria,
la Syrie, la Libye, l'Égypte, on les met dans le même panier. C'est différent. Chaque cas, il faut traiter comme il est, premièrement. Deuxièmement, je ne crois pas que ce soit mauvais. Normalement, ces peuples, il ne faut pas oublier que ces pays achènent une dictature, comme c'est le cas d'Algérie, achènent le sous-développement, achènent, donc c'est légitime que les peuples se révoltent pour imposer un changement. Par contre, il faut les analyser au cas par cas. La Tunisie, c'est un exemple pour moi qui est presque parfait. C'est pas parfait. Je crois profondément que le peuple tunisien est mieux maintenant, ça bouge, ça produit, plutôt que tout est fermé et une famille a exercé son dictat sur tout le pays. Maintenant, ailleurs, il y avait des contre-révolutions. Ce qui s'était passé en Égypte, c'est ce qui s'était passé en Algérie en 1992. C'est-à-dire qu'on a un coup d'État sur une légitimité historique. C'est-à-dire que ces dictateurs, en fait, ont eu le temps d'analyser, une longueur d'avance, donc notamment le service de sécurité, ont eu un temps d'avance. Ils ont tiré des leçons de l'expérience tunisienne et ensuite de Ben Ali. Donc, ils se sont organisés par avance pour construire ou bien pour imposer des contre-révolutions. لي كونتريفوليسيون كي يعني الفول دير يعني ودفعت راه سي برا ماشي اذا فوز من برا تيخدمن تيمور داروا تمور تيخرفن يعني يخدم دي كونتريفوليسيون كي اش السبب اش مي يعني داروا تمور اكس خرف تمور تمشي سي فاس نسن Mais c'est une évidence. On sait très bien que les dictateurs ne sont pas des patriotes. Le pouvoir au détriment du pouvoir du pays. Le coin, c'est des patriotes à se fantimer et guérir le développement. Il faut considérer les régimes des pays dits arabes. Ils sont anti-patriotiques et anti-nationales. Bien sûr, aux intérêts étrangers aussi, parce que maintenant des multinationales, quand je dis intérêts étrangers, je ne parle pas forcément que des États, il y a des multinationales, il y a des intérêts, il y a de la mafia internationale qui agit à travers eux, ce ne sont qu'un maillon d'une grande chaîne. Donc, la contre-révolution, c'est parce que les familles des dictateurs, ils sont les amis. Alors là, quand ils sont menacés, tu vois. Voilà. La Libye, c'est un autre cas d'armée. La Libye, parce qu'il y a carrément intervention directe de la France, donc étrangère, et ce n'est certainement pas dans l'intérêt du peuple libyen que l'on fait. Ceci étant dit, je crois que les Libyens, ils vont l'idée, une expérience historique. Alors, avec tous ces défauts, bien sûr, avec tous ces malheurs, mais je crois que le peuple est bien. J'en ai eu des tas de discussions avec des amis libyens, notamment ceux de et même certains de Tripoli. Ils voient, même s'ils sont en difficulté énorme, ils sont mieux que l'autre côté. Vous savez, la seule valeur la plus importante dans notre élément, c'est la liberté. La paix en esclavage est telle que la guerre en liberté. Donc le peuple bien est en train de se construire. Bon, c'est une expérience historique, la dite, et on est chez qu'on parle. France a adopté la guerre à travers les différentes révolutions, l'Angleterre a adopté la guerre, il faut que ça passe par un peu de violence, tant mieux, en tout cas, qu'il relève les sociétés qui bougent ont plus de chances d'arriver à des solutions que des sociétés figées sur la dictature. لي حلال ثاني بنكات موراكي على ماجوريتي تقرض لا ليبين ولي لا سيرين ولي اليمن ولي مصر اسك انا سي با دي ريزون سي دي اكسكوزي تكن بور دوتري ديكتاتور امتنا الجزائر بور اسك تون الشعب ساكنين سوا نكوني سوا الاخر فيك قدر يتمور النظام Je pense qu'au lieu de jeter la lanterne sur les peuples qui ont aspiré à la liberté au changement, il faut voir du côté du régime. Même le régime libyen, par exemple, c'est de fait qu'il est responsable de la situation actuelle, parce qu'elle a régné pendant des années et des années sans institution, sans l'État, sans une économie, etc. Donc il faut y aller à l'origine.
Moi, je ne dis pas que. Alors, je pose la question autrement. Est-ce que la solution serait le Kaimakagi, à Mizaya? Aïe, à Kaimakagi, vous ne pouvez pas bouger, sinon vous risquez de devenir comme la Libye, comme la Syrie. Mais est-ce que Zahiri dit bien? Vous voyez? Moi, je suis vraiment partisan du changement. Moi, sur ce titre, moi, sur quelques années d'expérience, y compris dans avec Fion, je disais, maintenant, à l'Inignes, c'est un phénomène universel, ici, il n'y aura pas, que de rester dans le statu quo mortifère. Comparons l'Algérie et la Tunisie. Moi, je connais largement l'histoire tunisienne. شو ويذا رغونا سورتو ثمانات القبائل قرن يعني وقع عرفنا كين زولت نكوني دي ثمانيين دي 2001 نخدم نكوني تقرا ولا نعم بصح مال روزمون تبويضا الفغينس ونكملها على المال تكفى بارابور تمورا كنيض الناس كان الحصد اين ضران دي كاتر فونك 2001 صافي بارتي الموفمون ايكي بوبيلار بور لا ديموكراسي كيك هضرا عطاسي دينار تورا ارغونا سيتو ديال الجزائر انا كاشو قدر انا كدي 1980 دي تيزي بزو ثمات القبائل وكذا 2001 ناك صافي بارتي توجو دو موفمون بوبيلار از ال بيو اتر كونسيديرام سو تاكين بو عرفن وكوني زواريثن ديال الموفمون هاكي مالوريزمون نكمل انا الماد الفغي الماد الفغي تقرا ولا انا الموفمون نقدر ديال 2001 و 1980 اش كنتي تو كونسيدير سي كيف نكشمو كلي داخل الموفمون بوبيلار بور لا ديموكراسي Moi, je préfère avant qu'il ne soit essentiellement Kabyle, moi, algérien aussi, c'est vraiment une question démocratique qui est mise en avant. Et c'est elle, c'est dans une naissance en octobre 2013, qu'il ne faut pas oublier, qui est un moment de grand espoir pour le peuple algérien. Bon, 2001, c'était une grande histoire, mais bon, qui n'est pas. Qui passait dans la continuité, mais bon, hein, faut le faire, mais il faut se poser la question sur l'arrêt de l'expérience démocratique d'Algérie. Maintenant, quand j'entends un échoir ou ces acolytes qui nous disent que nous avons réalisé notre révolution en 88, eh bien, il faudrait faire le bilan. D'ailleurs, cette révolution a été faite contre eux. C'est eux qui ont fait la contre-révolution. C'est eux qui sont responsables de l'arrêt de l'histoire démocratique ou du printemps algérien de 89-91. Il ne faut pas se mentir. Ils sont en train de faire peur au peuple en montant justement le cadre des pays qui sont actuellement déchiquetés malheureusement. Donc c'est le cas de la Libye, c'est le cas de la Syrie. Mais il faut savoir que eux, pareil comme les Mubarak, pareil que les continuateurs d'Afrique qui sont reconvertis ou d'Ash le bien parce que sont en fait c'est eux qui sont reconvertis. En Irak c'est pareil, c'est le partisan d'un chef qui a réuni les pays qui sont reconvertis au mouvement Sidi islamiste. Donc il y a une guerre, c'est l'État, comme disait c'est l'État contre la nation. Donc ce sont des pouvoirs, au lieu d'être des pouvoirs, ce sont des pouvoirs politiques contre la nation. Eh bien, mais il faudrait savoir que cette histoire démocratique n'est pas à remettre en cause. أسقسين قاروك مثلا مورد فاد هضره في لوبوزيسيون عطاسي مشكي بور اناليزي يعني ريفوليسيون كي كدورنا كاي ثمورا النظام عطاسي دينان مش كاتيلي اون اوبوزيسيون الجهات تما قلا تقوى ام تونس لا في لو لي ترافايور السانديكا ترافايور قوى دينا مش كان شكتي لنا دم قال هذا لابوزيسيون تقوى هي موان دو ريسك دو ديبوردمون اما لا ليبيا في بو دو بوزيسيون ولا سنه تبل الحاله لا سيريا في بو اوبوزيسيون اورغانيزي تولا سنه تبل الحاله يعني اسك تحس لك شيني كونت يا بو دو بوزيسيون اوتوماتيكمون مش كتكركات تروح ديال الانارشي ماشي اني بوريونتي بار اون بون اوبوزيسيون مالي تموت لنا ونصار اون بون اوبوزيسيون Dans une société civile organisée, dans des mouvements politiques suffisamment forts pour accompagner le changement, pour encadrer des révoltes et des révolutions, le résultat, c'est dans l'Afrique.
fait, c'est une règle qui n'accepte rarement une évidence. En Tunisie, c'est vrai qu'il y avait un mouvement social qui s'est structuré, il y avait un syndicat assez fort, et tant mieux, il y avait des luttes qui ont abouti. Dire qu'il n'y a pas d'opposition, c'est un mensonge, enfin, c'est une erreur d'appréciation. Dire qu'il n'y a pas d'opposition, c'est vraiment ancré ou organisé, il n'y a pas d'organisation plutôt. Qui répondent à cette aspiration populaire. C'est une réalité aussi, donc à ceux qui sont dans les organisations, les partis politiques ou autres, d'essayer de capter cette aspiration. Mais l'aspiration a lieu. Autre chose, à mon avis, il y a un grand temps des expériences échouées. Pourquoi ne pas être pauvreté? Regardons les expériences réussies. Moi, je dis que la Tunisie, c'est une expérience qui a réussi. Et ce sera. Dans l'histoire, comme étant un éclairage de ces peuples opprimés de ce côté sud de la Méditerranée. Bon, c'était Armand Angélou qui a incarné cette histoire révolutionnaire, ce changement, cette liberté. Malheureusement, dans les histoires, j'attends pas. Hein, maintenant, la RHU s'est inversée et je crois qu'en Tunisie, devrait être une expérience à méditer et à essayer de répondre. Aussi. Après, il ne faut pas être effectivement fataliste, non, une expérience de Liban. Liban. Effectivement, dans les années 70, c'est passé une guerre civile terrible. Ah ben, ils ont fini par dépasser cette étape historique et de se réorganiser. Actuellement, le Liban aussi, c'est un pays exemple de tolérance, de diversité, etc. etc. Ben, c'est une perspective historique indépassable. Ou bien les citoyens, ou bien les organisations politiques, eux, se changent de perspective historique, donc ils œuvrent concrètement pour l'organisation de la société et l'accompagner dans ce temps de changement, et ce sera dans l'enjeu de la guerre contre ces États du pays comme la Syrie. تنميرتك يا سي مراد وشي شو قدس الماذا تسدوي تسيف قايت عطيك ساق مثلا وبارك الله فيك في ماني قاعد فكاد اثما تنقبل ماذا ديغا انسلت مغلين في قوني ظن فاكنا انسلك ربورتاج اتخذ مانا تيدو تمثنا سوا عدا في تمثال تيجي بوساقي اسنسل ودن ولا غور الشعب يوما اراد الحياة الفطر اللي يضرون دي ثمورة بارافن إمي الحالة اللي تعيشين ومتين سن يتجاغا كدود نتمورة يقين أضطر قن وتفغن غريب أردان إيوا كنا تسوفغن نرفون سن إمي يطرافن إيوا كن ويقين إلا تنحكمن أضروحن إمي غروفي نارا ديك سن نفع تاقرا ولان وكدود تساد دي ثمور ثن الزيار وقبل ثمورة نظن إمي تفدا دي ثمانينات إمي غيتفغن دي تيزي وزون ياكد العاصمة سدفير انت مسكاني نقي فغن دي زوج الاف فيون عندها تفدا تفسوث نمازيغن دي تزوران زوج الاف وحداش تفدا ستفيني دي ثموران نظن بعرفن إمي سدفير إمي كسر غيمانيس محمد البعزي زي غاف سبان انت معيشي لي تعيشين كرن داك دود تونس مقالة زابون سن ذيني جنس الوين سن زين العابدين بن علي غادي يرول غار السعودية نتاريك توشول تينس سينات بض تقرا ولا غار ثمور المسار دي 25 يناير اي جانا صغرين الحكم حسني مبارك يقيمن غافو كرسين السلويت 31 سقواسن اكدود الليبيا يفقد غار وبريد مقال الحكم معمر القدافي سدفير انتقرا ولا نوكدود المسار دي 17 فوراز وجلاف 11 ان داغي ثبت تقرا ولا يقيسي من غي معمر القدافي سينا يغلي الحكم ينس سدفير ينس تساد تقرا ولا نليمن اك حتمن غافو سلوينس علي عبد الله صالح اذي جبد مانيس غافو كرسي الحكم سينا بظن تمسكاني ناقي غار ثمورت سوريا ان داغي لتنادين اكدود ليتنادين اذي صغلي غزابو نغ الشعب يريد اسقاط النظام اسقسين الى سحيرا ياكل غاشين دا شون يجان تقرا ولي ويناقي اورنجي حنترا ماذا قلا في لا تقرا ولا نظن مجال تقرا ولا نوجدود نغلان تكني ومقارن ايادي خارجية نغيفة سنفرانيا تكشمن ديما ننسن ايوكن اذن غنتي للي نوجدود امزون نجدو ذاكي مسكين يكثف في اللاس ايوكن اذي عيش سداو الحكام ام سباطريين اماكن دينا ويحيا نكني نغثروين ومن لم يعانقه شوق الحياة يبطر في
نكنين عتروين نكنين عشوال وجد وان أحمد يحيى إدينا وس إدينا وسنا جي قعدنا اتمثنا دعدين غارون في جونا ما نكمثنا صالح الدبوز وجد قدش ذيك زرفان بومدان سيل زيار سي صالح الدبوز أشوف لك ومرحبا بك خويا مرحبا بك خويا مرحبا بك بارك الله فيك اللي راك معنا سي صالح الدبوز يعني السؤال الاول يعني البديهي ربما يسقسيه بزاف على اون سو دوموند اون الجيري اسك فينالمون لو بوفوار الجيري لا الى الى ريزون عنده مبررات باش يقول لك اما حنايا واما الخراب شوف واش صرا في ليبيا شوف واش صرا في سوريا شوف واش صرا في اليمن في مصر حتى في تونس قال لك الفوميون يعيشوا كيما هكا ولا ندخلوا في حرب اهليه انت كمناضل في حقوق الانسان هل هذا منطق يعني قول يعني ربما عنده اساس شوف الناس كامله على بالها بلي السلطه في الجزائر هي عايشه ومستمره زوج امور الامر الاول هو سعر البترول كان مرتفع واللي كان يسمح لها باش تمد الرشوه للناس داخليا وخارجيا باش يسكتوا على الاخطاء تاعها وما يضغطوش عليها وما يطالبوهاش بحل مشاكل المواطن بطريق صحيح. الامر الثاني هو التهديد. السلطه هذه هي تدخل للناس وكان تنحيوني راح تدخلوا في حرب اهليه. هذا كان قبل الربيع العربي كانت السلطة تهدد بالإرهاب. قال لو كان نروح سمح لي تدخل نروح أنا راح تدخلوا في إرهاب وفي في يعني مشاكل. إذن لما جاء هذا الربيع العربي ولما حبوا يبداوا يشوفوا الوصلة في بعض الدول الخليجية وسوريا إلى آخره عادوا يهددوا عادوا يقولوا لا بلي أي تغيير إلى نظام ديمقراطي نتيجة تاعو الحد هي الحرب الأهلية كما صاري في بعض الدول ولكن الصوبة لحاجة اللي ما حبتش تقولها واللي ما حبتش الشعب بالجزائر يشوفها وربما لو كان عندها جزء من القوة تروح تزيد الصابوطي هي التجربة التونسية وحنا نقول للشعب الجزائري ماذا بينا احنا نغير النظام كما تم تغيير النظام في تونس ماشي كما راه يشرى في دول أخرى وحنا بعين به هذه الدول فيها اليد بعض الناس اللي دخلوا روحهم من خارج المنطقة وكان كذلك المعارضة ما كانتش مساعدة في هذه الدول باش تتحمل المسؤولية تاعها الأمر يختلف بالنسبة لتونس وبالنسبة للجزائر أين المعارضة تم الاستعداد ماشي غير المعارضة النخبة هناك une prise de conscience de la part de l'élite بأن الأمور خطيرة والأمر لا يتعلق بالحب في الاستيلاء على السلطة ولكن الأمر يتعلق بالسعي إلى تغيير الأوضاع. إحنا مثلا في الرابط الجزائري للدفاع عن حقوق الإنسان ما عندنا حتى طموح في السلطة ماناش حابين نسلموا أي مسؤولية كانت سواء على المستوى السياسي أو على المستوى البرلماني أو على المستوى الجهاز وأي مستوى كان. احنا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نسعى فقط إلى تغيير السلطة من سلطة متسلطة ومتجبرة وديكتاتورية إلى سلطة ديمقراطية. احنا نسعى إلى تغيير هذه السلطة بأشخاص يكونوا أكفاء وبمؤسسات تكون صحيحة وتكتش مبدأ السلطة بالشعب وما نستمعي باش نستولوا على السلطة ما نستمعي تماما باش نستولوا على السلطة
ولكن نبقاو دائما نشكل سلطه مضاده. صالح دبوز صالح دبوز يعني لو كان اون فافير تي تاناليز تاع لي ريفولوسيون هادو دابري فو جديدكم كوا باسكو لا ماجوريتي دي بي وين كان بزاف الحرب الاهليه وكان فيه شوال وكان فيه مشاكل لان المعارضه فيها ما كانتش مستعده وكانت ساتون دي با ربما موفمون بوبيلار كيما صرا في لا ليبي في سوريا في اليمن وربما قال في 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 مصر بصح لو كان انت اون طونك اوبسيرفاتور ما هي مدى يعني التدخل الاجنبي اليد الاجنبيه اسكو لا جوي ان رول في في لي كونتر ايفولوسيون هذوما ولا سي انتيريور سي اونتر لو بوبل اي كي بيتات لا موتي دي بوبل كي فيني كونتر لا لوتر موتي دابور بريميرمون اون نو با ايفالوي ما نقدروش حنا نقيموا تجارب تاع دول كيما ليبيا وسوريا وحتى العراق ومصر واليمن هذه الدول احنا ما عندناش كل المعلومات باش نقيموها ولكن هناك مشكل كبير في معظم هذه الدول وهي الفراغ الداخلي والفراغ المؤسسات الداخليه هو اللي يخلي الاجانب يدخلوا انت كي تكون كما ناخذ مثلا ليبيا في ليبيا كان 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 القذافي يحكم في كل شيء بحكم فردي ما كان حتى مؤسسه ما كان حتى معارضه كل شيء مغلوق فلما انهار هذا النظام ما كانش سوسيتي سيفيل ما كانش معارضه ما كانش سلطه مضاده ما كانش نقابات ما كانش مجتمع مدني مستعد باش ياخذ لا ريلاف ويضمن استمرار الدوله على الاقل باش ياسس لنظام كما صار مثلا في تونس هذا العين ماهوش هذا هذا الفارغ هو اللي خلى ربما جهات اجنبيه تكون عندها اطماع وتدخل وتسير كما تحب وتعبد بدولة ليبيا وحنا نتمناو من الشعب الليبي ومن من دول الجوار انها تتحمل مسؤولياتها وتساعد ليبيا باش تمر الى نظام ديمقراطي. النظام في الجزائر مثله مثل الانظمه الدكتاتوريه في كل العالم لسان حاله واش يقول؟ اما انا اما تاكلوا بعضكم اما ندير لكم حرب اهليه. شفنا في ليبيا لما كان نظام القذافي آهل على السقوط افتح مخازن الأسلحة ووزع الأسلحة على الشعب وقالوا ندخلوا في حرب أهلية بيناتكم حتى لا يحاسب والنتيجة رانا نشوفوها نتيجة كارثية. الآن في الجزائر الوضع يختلف هناك رغم كل المشاكل الموجودة في الجزائر هناك حس تاع مسؤولية والفتك الشعب راه خايف هذا مؤشر سلبي ولكنه في نفس الوقت إيجابي كذلك هذا الخوف يثبت بانه اذا حدث تغيير الشعب راه ما راحش يدخل في حرب اهليه لانه كره من الدماء والقتل والتشريد والعنف كره ما دام الشعب راه كره هذا الشيء فمستحيل ان يدخل في حرب اهليه ولهذا يجب على الشعب اولا وعلى المعارضه يعني لاكلاس بوليتيك ليليت الى والمجتمع المدني بصفه خاصه ان يتحملوا مسؤوليتهم ويزيدوا يخدموا باتجاه ارساء ميزان قوه فافورابل على الشونجمون ديموكراتيك ونروحوا الى تغيير ديمقراطي بالعزم مش يعني بالقوه بالعنف ولكن بالعزم صادق يفوبا يزيتي ما لازمش نترددوا لازم نكملوا في نفس الوتيره رانا نمشيو منذ مظهر الى اليوم رانا يعني بالنسبه للناس اللي يجتمعوا بالمعارضه راهم بخطى ثابته ولو انها يعني صعب باش تافونسي باش تتقدم ولكن الموجود موجود يعني التقدم بالعقل ورانا نتجاوزوا كل الشعب تجاوزنا كل العقبات اللي دارتها السلطه وسنستمر بكل عزم باش نخلقوا ميزان قوه كي سرعه فافورابل للشونجمون غير السيستم ديموكراتي كيف ربما سؤال انتما ك لا سوسيتي سيفيل انتما تمثلوا لا سوسيتي سيفيل وربما تاع فوزات بروش ديال لوبوزيسيون انت قلت يعني من العامل الاساسي باش تطور يعني اي ثوره تكون ناجحه لازم تكون لوبوزيسيون ديجا فورت سي سرا دبوز
روح انا صلاة دبوز بلا كي تمثل ناتي تسكاتي تفون ثلاث كاتي كالت نظن باش ساغ يونس خساغا قالوا فات سقساغا في مسيرة كين الجزائر والمعارضة نادي ثم كيف انا قلت ما قلنا نساعدي تمورت ناس كي سون بري يعني خدمنا اللي لاق باش ما الا تمورت ناس يضرى الحاجة ناشو سكز مرانا دا تفن الأمور والتجنات فغم كفاضي ثمورا بعرف نندى نظام نتولى لا ليبيا لا سيري اليمن مصر نتولى هذه الحالة خطا دي جي نظام ممكن تولى مسؤول يحيى ناك روبوستون قوة كذا فيروس تفسوتا كين بعرف فن تفسوتا كين بقدود ناك وكذا كي تسون خراف ممكن لا قنقيم وكي تسون عنا نقيم وكذا امكن لك الحالة بلا ما نفدل سينا ما نفدلنا نغالم تمولا كي ندي لا شوال دونك فان ولي تمثل تاكي ممكن نات مثلا اسد نهضر في وجدو ذاك فانا كا على افا فوس الواي نسا في دبرنسن سني دبر لي حاله عند تاشنا كثرات اسد يقن بالك ندمن ويضنا انك وكذا فريدي الا كانت نطف باش انا وضرت اللي انا وضرت سني الفغينا يوغانا ديك مثلا صالح دبوز صالح دبوز السلام عليكم صالح دبوز يعني اسمح لي السؤال الاخير انتم كممثلين لا سوسيتي سيفيل وقراب المعارضه انت قلت ربما العمل الاساسي باش تكون ثوره شويه ناجحه وما تخرجش عن اطارها كما خرجت في ليبيا وسوريا لازم المعارضه تكون واعيه وتكون قادره وتكون عندها يعني القدرات لاستيعاب التحرك الشعبي اذا كان في تحرك انت يعني صراحه هل عندنا معارضه قويه في الجزائر كما قال اوي حيا قال لك حنا عندنا فيروس ماشي معارضه لان ماهمش يعني ما عطومش القيمه للمعارضه قال لك هذه المعارضه ما عندهاش اي شعبيه وما عندهاش الشعب ما عندهاش ثقه فيه انتم كمعارضه وعندهم سوسيتي سيفلاس حقيقه انكم مستعدين وعندكم القدره والكفاءه باش ما نخرجوش اذا كان في شيء في الجزائر ما يخرجوش كما خرجنا في ليبيا ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في مناطق اخرى. شوف اذا كان معارضه ضعيفه وما عندهاش شعبيه الناس ما يسمعوا لهاش، لماذا السلطة تنحى من الاجتماعات وتوقفها وتدخلها للسجن وتطورها بالانتخابات؟ إذا كان هذه المعارضة ضعيفة، إذا كان هذه السلطة المضادة عن المجتمع المدني ضعيفة، لماذا يوم السبت الماضي ما رحنا في الاجتماع في دار النقابة جاو السلطة الكبيرة السلطة ما سمحتولنا، احنا ضعاف علاش وقفنا؟ هذا الكلام هو كلام السلطة فهي تحدث بهذا الشيء مع العلم انها يائسه هي راهي تعرف يعني تماما بان نهايتها قريبه انها ما تقدرش تقدم حلول لهذا الشعب لان المشكل ليس من يستولي على السلطه لا المشكل هو الاشخاص والنظام القائم هل يستطيع ان يقدم حلول للمجتمع ام لا؟ النظام القائم الان لا يستطيع ان يقدم حلول للمجتمع اكثر من ذلك هو يعقد في الامر ويقدم مشاكل في المجتمع كل ما يتدخل هذا ويحيى كل ما يقول كل ما يزيد يهدى اكثر هو وسلام كل ما يتحبسوا الا ويقولوا كارثه يعني هذا ما لقاوش يقول يروح يسب المعارضه ويقول انت فيروس ويحللها من جهه اخرى احمد يكون ارواحوا جيبوا لنا الاقتراحات تاعكم باش نعدلوا الدستور اذا كان المعارضه فيروس وعلاش تحلل فيها وتقول جيبوا لي اقتراحات باش نعدلوا الدستور أنا أقول أن هذه المعارضة إذا كانت فيروس وتشكل خطر فهي تشكل خطر على السلطة القائمة لأنها سلطة فاسدة ومفسدة والمعارضة تسعى إلى الإطاحة بهذه السلطة وهذا مطلب شرعي باش تبدلها بسلطة عادلة وصحيحة وتقدم حلول للمجتمع. نعم معارضة كهذه تشكل خطر لسلطة السلطة القائمة اللي هي فاسدة لانها تعرف ان نهايتها على يد اولا الشعب الذي ذاق ذرعا وكراه من هذه السلطه وعلى يد الليليت النخبه اللي راهي مستعده وتحضر نفسها باش تؤثر المجتمع وتؤثر الشعب في حال سقوط هذا النظام وتنظيم الانتقال الى نظام ديمقراطي حقيقي يضمن خاصة الفصل بين السلطات وسيادة الشعب هذا مبدأين أساسيين هم مبادئ هي مبادئ ضرورية ولكن غير كافية باش نفهموا من دون يقولش واحد ها خلطوا ما تراكمش هذه مبادئ أساسية بدونها ما كانش ديمقراطية ولكن غير ضرورية لازم
نبقاو حارسين الشعب واقف على مؤسساته ويعز على الطبقه السياسيه اللي ستستلم الحكم، ويجب على ان تكون الطبقه السياسيه هذه تكون خايفه من حكم الشعب وتكون يقظه وتشتغل لفائده الشعب ولا تشتغل لفائده. شكرا، اعطيك الصحه. عطيك ساعة سي صالح دبوز وكذا مداني قلشين ذي كزار فان بومدان سي الجزائر تنميرتيك ثم قرات سي صالح دبوز تعطيك ساعة هذا داغيت مثلا رقمتنا طيب غيلو في وكذا ذا مداني قلشين ذي السرتيث ذا تونسي تاشي ذا كيدي لندر سي طيب غلو فالسلام عليكم مرحبا بك خويا. مرحبا بك سي سليم. شكرا شكرا بك يعني مرحبا بك في هذه الحصة سي طيب. يعني سؤال ربما ديريكت كان بزاف الناس خاصة في الجزائر، تونس تعتبر كمثال يتبع في قضية الربيع العربي ولا ربيع الشعوب كيف يسموه، لأن أقول لك ربما في مناطق أخرى الثورة فيها دخلة في نفق مظلم وفيها حرب أهلية في عدة مناطق، بصح تونس نجحت في ثورتها. أنت كتونسي يعني هل حقيقة تونس ثورة تونس نجحت بأي معايير؟ وماذا تقول في الناس يقولوا رغم أن يعني ابن علي خرج من البلاد بصح فيه مشاكل والشعب فيه مازال مظاهرات والشعب عيا من الوضع المرزي للتونسيين، فأين هذا النجاح وأين هذه الثورة؟ شكرا أخي سليم على الاستضافة أولا. ثانيا فيما يخص سؤالك المهم فيما يتعلق بالتجربة التونسية في الثورة، هذه الثورة اللي يسمى بالربيع العربي والتغيرات التي حصلت، الحقيقة المسائل نسبية ريلاتيف، يعني كان أنت تتظن المقارنة بالمبادئ الكبرى ثم قصور في تونس. إذا قارناها بليبيا وسوريا وبمصر يعتبر هناك نجاح معتبر، ولذلك المسائل تتم بالمقارنة، يعني المقارنة هي تعطيك المستوى الذي وصل إليه قطر من الأقطار دولة من الدول فيما طلبت من تحقيق الثورة. يعني في الثورة الفرنسية والثورات في العالم الكل ليست مرحلة محددة من التاريخ، هو مسار تاريخي، هو بروسيس، هو مسار تاريخي كامل. الثورة الفرنسية لم تتخلص من الملكية ومن النظام الاستبدادي الامبراطوري إلا وتنجز دستور الجمهورية المتكامل إلا في بداية القرن العشرين. يعني عمليا كذلك أيضا الثورات العربية أو الثورات التي حصلت في منطقتنا هذا مسار كامل ما زال لم ينتهي بعد. بما يخص تونس نستطيع أن نقول أنها حققت بعض النجاح مقارنة بما حصل في ليبيا مثلا وما حصل في مصر وفي سوريا. ثم عملية انتقال ديمقراطي جارية نجحت، لم يقع هناك الاستقطاب. أنت تعرف في كل الثورات يحصل استقطاب ما بين الثورة وأنصارها وأهدافها وما بين النظام القديم. النظام القديم لأنه النظام القديم ليس مجرد رئيس، هو نظام منظومة كاملة، سيستم يعني منظومة كاملة. هذه المنظومة لا يمكن أن تستسلم بسهولة مثل ما حصل في الجزائر وقت اللي يعني العملية الانتخابية في الجزائر كانت يعني تريد أن تحدث نقلة كبيرة وجذرية في الجزائر. الذي اعترضها ليس رئيس الدولة، الذي اعترض العملية هي المنظومة العسكرية الحاكمة. نفس الشيء حصل في مصر، نفس الشيء حصل في كثير من الدول، حتى في التغير الذي حصل مثلا في البرتغال رجع بعد رجال نظام سالازار رجع بطريقة أخرى. في أوروبا الشرقية ثورات أطاحت بالمنظومة الاشتراكية بعد الانتخابات في تقريبا 10 سنوات رجعت تلك الأحزاب الشيوعية السابقة رجعت للحكم، صحيح تغيرت ولكنها لن تندثر. نفس الشيء أدي في كل ثورة تأتي تنتج ما يسمى بالثورة المضادة. في تونس وقع نوع يسمى بالتوافق. الآن في تونس التوافق إيش هو؟ يعني كما يقول المثال العربي لا يجوع الذئب ولا تفنى الغنم. يعني الذئب لا ياكل كل الغنم ولكن ياكل بعضها. سي طيب هذا نوع من التوازن. سي طيب انت كما قلت يعني في مناطق اخرى ربما الثوره المضاده نجحت في 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 استرجاع اذا يمكن نقول الحكم، بصح لماذا لم تنجح في تونس؟ واذا كان ربما في قول اخر يقول ربما في ايادي خارجيه في البلدان هذه وما خلاتش الثوره تنجح، ولماذا لم تنجح اليد الخارجيه في تونس؟
شوف الـ 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 الأوضاع الخارجية محددة كثير في كل الدول، ولكن أيضا في تونس الـ 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 التونسيون وخاصة الأحزاب السياسية انتبه أن تونس في طريقها أن تعيد تجربة ليبيا ومصر، ولذلك مثلا زعماء الأحزاب استفقوا، وجاء أيضا حتى النصائح الأوروبية قالت لهم عندكم حلين، إما تونس تدخل في حرب أهلية وفي دماء مثل ما حصل في الجزائر ومثل ما حصل في مصر ومثل ما حصل في ليبيا، أو تجلسون مع بعض تتقاسمون السلطات والصلاحيات، لا النظام القديم ينتهي ولا ثورة تنتصر، يعني تقدر أن تقول حل وسط. التونسيون لأن التونسي ربما بطبعه هكذا ليس هكذا يأخذ الحلول كاملة، وقالوا من التوافق حزب نداء تونس وهو يمثل جزء من النظام القديم ويمثل جزء من النخبة التونسية العلمانية ويمثل أيضا الإدارة التونسية التي تخشى أن يقع يعني الانقلاب عليها، وثم أيضا حركة النهضة وحزب المؤتمر، المجموعات الثورية التي تريد أن تنشئ نظام سياسي جديد، وصلوا إلى نوع من الاتفاق الوسط. وهذا الاتفاق أيضا رعته للإشارة رعته أطراف دولية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساهموا في توصل التونسيين إلى نوع من الاتفاق، وهم لا يريدون دولة قريبة من أوروبا على حدود أوروبا، تستطيع أن تقول دولة لا يريدونها أن يحصل فيها ما يحصل في مصر، ومصر لا تنسى أنها قريبة من إسرائيل، وطبعا معاداة إسرائيل يعتبر خط أحمر. شكرا. لذلك التجربة في تونس يعتبر فيها توافق، وبهذا المعنى ثم النجاح. شكرا. شيء طيب غلو في وقيدا مدني قلشين دي ساتيث سيلون طنعتك سايق مثنا بارك الله فيك هاث مثنا سلفرحم قرانة العدائق مثنا منتصب ترون وقيدا نغمسي الزيار سي منتصب ترون الزلف لك مرحبا سكاك مثنا هاذو بي سلاون تنميرتك يا سياب ترون عندنا هضره في تفسوت كي شعوبنا تفسوت بوكدور نعم سقان كذا تفسوت بوعرفنا الربيع العربي كي وكي قالت رفاح تبود الخير ام تونس وكي قالت بود الخراف بود الشوال ام لا ليبي ام مسار او بوان دار غورنا ديال الجزائر قارنا اما نكوني اما ليبيا اما نكوني اما سوريا اسك نكوني يا سي منتصر الجزائري كي ثورا اما ويحيى لوك السلال اوكدا سعداني ناغ شوال ليبيا لوك راسيري Cela a été déjà en 80 quand il y a eu la première proclamation du multipartisme. C'est un pour le FNN, le fils entre la peste et le choléra. C'est-à-dire, de toute façon, qu'il y ait même tout ce temps à l'arabie, on n'a jamais cru. ce n'est pas parce que ça qui est le Bouazizi et que c'est un humanisme mais de dire que ça a été médiatiquement fait d'une manière rien de et qu'on a vu dire toute la presse a dit dans l'histoire c'est la première fois où un humaniste licence un humaniste alors qu'en Algérie qui était présent 10 ans avant la mise en place de la presse il a eu une قرم دي جلسة اسمي الطالب جمال يروح عندي عن جرنال يوغاتي ببليه يذكر في مانيس ليسانس يشعلي مانيس نسنسيت لقنين بعد الدقام يموت يا شاك جور بعد ديزو أبري لامن برس قرب لي أسيتون برمير بس كي يفي إن أورينتاسيون لابرس منستريم يعني ما تيجي إن أوبراسيون يجي أنا ديريجي إنيفرسالمون ميغروح إذا باش يركب سي لي زاميريكان الناس خلاص فان كونترا بن علي دايو لي زاميريكان إيزون في إن ريفوليسيون أون تونيزي سمانت لو جاسما إيزون أوبلي دونك مي تو سا ربيع العربية كي إيزون إتيليزي لو ميم مودون دو سون ريفليشير بلي لو كو ديتا يخدم بن علي كي أيتي أونفواي دو فور بلاك دوبوي لي زيتازوني باش يفرض البورقيبة سمنت جاسمان ريفوليوشن ثورة الياسمين
اتن تولى تولى لا تونيزي الدينير سي با باش الدينير الهيئه ديال الخارجيه كان لو بوبل تونيزي ا بيان بوزي دون 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 يعني كيني جو سوي كونفيكو كلش الديمقراطيه دمرت تزيد تموت حتى كي ننفو كيني مي تمر تورا او يعرف لا تخطيط ديال ليبيا نير هذا بغي الشعب الجزائري انسان دي بالدن باش يخدم لا ديمقراطي من نفس بوي سان بريزون مي اولا قد ناس منتصر لي جون كي هضر لا فلوكسيدون La démocratie qui vient de l'Occident, l'Occident n'est pas intéressé à ce que dans le Maghreb, dans les pays arabes, a-t-il une démocratie. Parce que cette démocratie, elle va nuire à ses intérêts. Parce que dès que c'est la démocratie, le chef, il sait le pharao et tout, donc ça ne les arrange pas. Parce que c'est contre le programme de spoliation. Donc ils s'en foutent d'une chose. Sur la matelle, la Libye, le Sikhzan, on a dit le Zaire. يعني البوفوار الزرارة اللي لي زان باسين بالغرسن الزرارة ورا بلي لي زاميريكان فغان لي ستابيليتي فغان كيدي ان ديكتاتور ميليتير ديال الجزائر اسكن اي ان جروب ميليتير كي لو راسيور ان ستابيليتي كان باش نسلحو لي بلونس نوفو موان اوريون لا كيدير الجيري الشعب الجزائري اي موت نص نص فيس ني لي تروا كار اي لي ليبر ني ماشي ليبر ساني سي سون فوت Ils s'en foutent. C'est une mise à ces deux-là, ils aiment la démocratie, la liberté. Il n'y a qu'un arrive. Si on doit la construire, c'est au peuple de la construire consciemment, pas à pas, oui, c'est un drame. Les Occidentaux ne sont sûrement pas d'accord, parce qu'à la main, la démocratie, donc ça n'arrange pas les autres. Il faut parler des esclaves, des colonisés. Et puis, la démocratie à la française, le CNI, la France, ça a l'air mieux que 1930 ans. الساقي اون سي بوز لا كيستيون كوما تفكر وتحفظنا على لا ديموكراسي كيفاش على المناره امك اسك اوني ان بوبل طاري ا سو بوا وزبير انا نحفظ كيني كيلكو ديمو دو دي 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 ديموكراسي مازال نرتو راه ساركوزي تيلين تيلين اي من فن باش نسكن لا ديموكراسي سا دبر دي تسكن اسي منتصر كومبري دي بروغرام يادي سي بيان كو لو بوبل سوا توجور فيجيلون هاك مثلا منتصر انسلاين فكاوني كي دي زوارن لا يكره قال نفري داكي لا قتناوي شوك دانا كاد لا ليبي دي لا سيري دي اليمن عند نظام هناك دافري دا اوحي دي لا قد تفافي داكي باش يونا دي وضع لا فري ديموكراسي انتوا شوك دانا دي فرنسا لا ريفوليسيون فرونسيز دي امريكان افري داكي لا قتناوي شنو يعني الجزائر تو راسك محتومه في الناس الا قد تفافي ما نقيمو كذا وكذا زاف واكينا الا قا ناوي افريد لان شوال ولا شافريد يعني يزمان هذا يصلحني ويدير الجزائر كلي ادي زندي في كناسير بلا شوال بلا المشاكل الجزائر اللي الجزائر تونس اللي تنسعوا نوتر سوفرينتي اون لا با حتى لو كرو بروبليم باسكو تونا كني بغينا من الخير نردي سي برا الشر سي برا الخير نغيد الى قد نبنوا كني ويلا رسماني من غادي دي الشرنيغ ديال المصيبه على اني بي كونسيون بلي زني كني حتى سوفوس نخدم نموت نغير هنا النار ما نقول صار سيجي زين اورف با انظم من النار سني با ان جروب دي ميتر كي فا امبيشي اي بوبيلاسيون هذيك شنو المسار التاريخي يعني الى المسار كي ديجا دي الزامكين بدات دير وقت الاستعمار بدات في الموفمون ناسيونال الجيريان بدات افيك لو برانسيب جوستومون ياكي الى كنحرم النار نقرر المصير النار اني لي نبدد لازمات النار دي تونس دي المغرب نخدم ان كرون بي اسمي لو مغرب لو بريمي موفمون الجيريان يعني دي ديمونسيباسيون اسمي ليتوال نور افريكان اون دوا ريفونير ا سي برانسيب نسعى القدرات دي الشعب باش 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 نبنوا يعني لوطر ديموكراسي تو راه كنقيم الغرب مازال الاستعمار مازال غيطرزو ما تنسى غادي يخدم لنا لا ديموكراسي شاك عطيك الصحة سي منتصر بترون تنمير تيك تم قرات في موانا قاد في كاذي قمتنا منتصر بترون دلنا غمسي تزير شكرا قمتنا هديك شمنا ساقي قمتنا مراد وشيش قمتنا صالح دبوج وبين سوى شكرا قمتنا طيب غيلو في وقيدة تمسي في كارتا مغني سف افين ضنا كاذي تونس اكن شكرا كوني تمثني استمام نقمو كدنا كن جاو كذا قمتنا جمال بن شنوف ستوب 3 السلام عليكم